السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ احنا هنعمل لكم كيكه البرتقال. طبعا مقاديرها سهله قوي وطريقتها سهله. طبعا اول حاجه بقى المقادير: كوبايه عصير برتقال، كوبايه سكر، كوبايتين دقيق، معلقه فانيليا سايله، نص كوبايه سمنه بلدي او زبده، 2 بيضه، بشر برتقال، 1 كيك شي. هنضرب بقى البيض يا جماعة. بشرة البرتقال، نص كوباية سمنة، هنضرب الكيكة شوية. خلاص يا جماعة، احنا ضربنا المقادير اهوت. البيكنج باودر على الدقيق كده، بنقلبهم شويه، بعدين ايه نضيفهم على المقادير اللي في الكيك. نحط بقى الدقيق يا جماعه كده. بس يا جماعه هي جوزت اهي بقى، نحطها في القالب وندخلها الفرن. والقالب نبقى مجهزينه كده، وحاطين فيه حبه دقيق كده، وحاطينه في الثلاجه شويه. ده يا جماعه شكل الكيكه بعد ما طلع من الفرن. خليكم معانا. ده الشكل النهائي خلاص اهوت لكيكة البرتقال بالهنا والشفا. من هنا لايكات واشتركوا في القناة، والسلام عليكم.